الذين شقوا ففي النار خالدين فيها لهم فيها زفير وشهيق. لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء ما دام ما دامت السماوات والأرض. ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه. نعم. فشيخ كيف نرد عليهم هذا هذه الشبهة؟ نرد عليهم برد سهل جدا من وجهين. الوجه الأول أن الله قال هذا قال مثل هذا في الجنة. قال وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب. فهل يقولون إن الجنة غير مؤبدة؟ لا يقولون ذلك لأن الله قال عطاء غير مجزوم. لكن هنا قال إن ربك فعال لما يريد. والفرق بينهما ظاهر. الجنة منة ونعمة. فبين الله فيها أثر المنة والنعمة وقال عطاء غير مجزوم. أما النار فهي انتقام وعدل. فختمها الله بقوله إن ربك إيش فعال لما يريد ومن فعله لما يريد أن يبقى هؤلاء أبد الآبدين في النار. عرفت؟ هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذه الآية هب أنها مشكلة وأن الاستثناء فيها ما نعلم ما وجهه. فهل من طريق الراسخين في العلم أن يأخذوا بالمتشابه ويدع المحكم أو أن يأخذوا بالمحكم ويدع المتشابه؟ ها؟ الثاني. إذن المحكم عندنا ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا. ثلاث آيات من القرآن صريحة. فلماذا نعدل عنها إلى شيء مشتبه يحتمل أوجها؟ إننا لا نفعل هذا لأن هذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة في كتبهم يذكرون أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا يثنيان. فإن قال قائل يعني كيف إن الله عز وجل يجعل هذا الكافر أبد الآبدين في النار؟ قلنا لأن هذا الكافر أفنى دنياه كلها في معصية الله عز وجل. فأفنى الله آخرته كلها في عقابه. ثم هل هذا الكافر ترك ولا جاءه النذير؟ جاءه النذير رسل مبشرين ومنذرين بآيات بينات يؤمن على مثلها البشر. فلا عذر له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأبيد النار ومن فيها لا ينافي الحكمة بل هو غاية الحكمة.